عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بألف خير. ياسمين وضمي طبعا خلصوا شرم وجايين على هنا، لانهم اصلا ما اتبسطوش هناك، تعبوا جدا. وانا بقى قلت استعملوا كده بعشوه حلوه، فالمفروض هو مفيش اكل، بس انا قلت طلع بقى اللي في الفريزر ونجهزه واحط بقى اللي عندنا. دي كفته كنت جايبها من سبيشال. بصوا الكفته حلوه ازاي، هسخنها بس كل انا هسخنها بس حلو. وفي عندي زنجر، كم واحد زنجر اهو، زنجر اهو احمرهم تمام. وفي دست لبس بس مش حرقان الحمد لله. بسم الله. دي ملزقه مش عارفه ليه اهو، هحمر منه كام واحده حلو عشان البنات خلص النهارده. ودي جبنه ماما جايباها وهي جايه. وفي عندي في الحله دي مكرونه كنت عاملاها على الغدا بسخنها، ده اللي باقي بسخنه. سو مكرونه بالسوسيس هنا، دول احطهم في طاسه واسخنهم في طاسه. هنا بقى اول حاجه هقلي الستريبس. بسم الله. وقت الناس حطوا الملوك كتان بتنسوه من بره. الكفته بقى هديها في الطاسه واحطها على الجبال اللي بتدمر كل شغاله بالاحسن اامن من اللي احطها في الطاسه. اوطي عليها النار واغطيها في علم فرن من غير اي حاجه خالص، سيبها تسخن هي مستويه وكل حاجه. دي هسيبها كده افتكريها هتتكلم من بعضها. احطها على نار هاديه. هسيبها تروح هنا. هنا والله اصلا مش شغاله. حطي بقى الطاسه هنا على نار هاديه واسيبها براحتها. حط لها ميه ولا حاجه؟ ولا اي حاجه تمام. بس نفس الوقت بقى في جبن وفي حاجات اطلعها برده بالمره. واجهز بقى طبق كده حلو. بصوا حلو ازاي. لونه كمان يجنن بصراحة. جبت عيش يا قلبي؟ طيب يلا دقيقتين بس واطلعه. شاطرة يا رب. بص الكفتة اهي الكفتة بتتبع من بعض وقربت تسخن من غير أي حاجة خالص. عايزة أقول لكم الحتة فظيعة. تسخن بس المكرونة عمالة بتسخن، هما جايين في الطريق قربوا بسرعة عليهم. يا جمال الكفتة حلوة قوي قوي قوي. الزنجر اهو خلصته، وادي الستريبس كله خلص. بصوا ما شاء الله، بصوا العين حلوة قوي. بصوا من جوه حلوة قوي قوي قوي. والمكرونة كمان سخنت. ويلا بقى تبقى الاكل هنا اللي هو الجبن والحاجات دي كلها عشان احطها مع الاكل التاني، عشان اللي عايز ياكل من ده ياكل واللي عايز ياكل من التاني ياكل. انا كده خلصت، اروح بقى اغرف الاكل واجيبه. تسلم ايدك. جبت معلقه ليا بس عايز معلقه يجيب لنفسه. انت عامله الاكل ده ليكي ولا لياسمين وجوزها؟ احنا كلنا مع بعض. يعني اول ما يجوا كده تقول لهم خشوا هاتوا معلقكم من جوه. انت عايزه تجيبهم فين؟ هجيب لهم. معانا في حاجه اسمها فلوس وانا مكسره احسن. الجبنه اهي في كذبه كمان. دي الجبن دي خلاها هنا على جنب. اللي عايز يطلع. انا بس عايزه حته كذبه وحته جبنه. لا 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 اصل هو فاتح اللايف. جمبري؟ لفا هاتي بوسه. طلع العيش بقى ده بتاع ياسين. بس يفك كده عشان خاطر هو من طب ما كده الاكل ده هيبرد. مش هيبرد ولا هيطلع بارد. عشان الهواء. احنا قاعدين هنا في الثلاجه. دي واحده تلاقوه برد. دي جبنه حلوه قوي. ده بتنجان مخلل كنت عاملاه امبارح مع السلق. انت مدلعهم ليه يعني؟ الدلع ده كله. مدلعهم ده بتقول اللي عاوز معلقه يخش يجيب لنفسه. اه. طب يا سلام انتوا خلاص هتفتح بقك تحط الاكل. لا لا. كتر خيرها يعني. في نعيش الطريقه كمان بالورق. ده الكايزر خلوه لا حابب ياخد منه. هاتوا المسكع ده حطوه على الوش كده ايه؟ هاتوا الحلو ده، خد بقى ده جميل. ما تقعدش تتكلم، انا كل امك هتعشى بامك. بس يلا يعني بس كده اكله هيبرد. خد الحلو ده تحت. عايز تاكل تعالى كله. انت هتاكلي ولا تستنيهم؟ ماشي يا ماما، لا استناهم بقى. طيب خليكي بقى مستنيهم. بنستنى اهو، بنستنى اهو.
بابا غلب ما ضبطوش ليه؟ نسيت بابا غلبه. انا عامله بابا غلبه كتير جوهم؟ هما دول؟ صار بقى شزوكي لا جايين في شزوكي؟ لا جايين في تيوتا. لسه عارف في الموقف غيرهم وبعينهم من الموقف هنا اصلا 3 دقايق مفيش وقت. اه هنا في 69 69 والموقف في 77 يعني هنا 4 شوارع. في الموقف في 107 107؟ 77 هو الشارع الكبير مش بعيد. اه استناهم بقى عشان عيد. ماشي تقريبا العربية ده كفاية ياسمين وضني. ايوة هي العربية دي تقريبا تقريبا هم دول. ايوة انا عارفاهم عارفاكوا عارفاكوا يا بتوع شرم عارفاكوا يا بتوع شرم بتوع شرم وصلوا. ايوة يا بتوع شرم انا شايفاكوا شايفاك يا دي ابو طاقية بيضة صوت فاصلين جه سليم وياسمين. طيحة فين؟ طب فين شبشبك؟ ماما نعم ماشي ما تطلعيش بره اقفي تحت. بس عارفة بقالهم قد ايه في مواصلات؟ 15 ساعة. يلا يا سوسي زعبوا الله زعبوا الله زعبوا الله الصغير زعبوا الله خلاها ببوسه بوسي يا سوسي يا ايه ده انت اسمر ليك كده ليه سخنانة انت سخنانة اسمر ليك كده ليه يا قلبي عايزني يا قلبي يا قلبي هاتي 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 انا مش عايز اروح لهم مش عايز اروح لهم مشيت مش عايز اروح لهم خالص. بص 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 ماسك فيا بص ماسك فيا يا بنت طب هتجرجرني بقى ولا ايه هتجرجرني ولا ايه مش عايز يسيبني بس بس باي سوسي مين جاي تسند على خطها بس السنده ازاي بلا 15 ساعه في المواصلات ركبوا من شرم الساعه كام واحده الظهر ركبوا واحده الظهر نزلوا لرمسيس الساعة 1 الساعة 10 بالليل قعدوا كده 10 ساعات لوحدهم ومن رمسيس لحد هنا 3 ساعات وشوية 12 ساعة ونص. وسع يا ابني مش حبة للجن بس عشان هي دلوقتي بصي مش طايقة وشها. وسع يا ابني مش حبة للجن وسع وسع ايه ده ايه ده يا صوتك ايه القرف ده يا غمقك كده ليه؟ ايه القرف ده؟ بكيزة ليه انت كنت بتغني في فرح جماعة طرش؟ ده النهاية اي يرميله يرمي الشنط ويروح من الساعة 11 الظهر في الطريق عشان ما سمعتوش كلامي واللي يسمع كلامي ما يكسبش اللي يسمع كلامي ما يكسبش انا عاملة لكم اكل عاملة لكم اكل كتير عامله لكم اكل كتير تعالي كولي عامله لكم اكل كتير اهو اكل كتير اقعدي كولي انا مش عايزه اكل اغسلي بس ايدك وكولي نعم اقول لكم مش عايزه اكل زي هناك وارجع لكم لا مش عايزه تاكل والله بصوا مش عايزه تاكل وهدى بقها بيلعب مش عايزه تاكل برضه مش عايزه تاكلي برضه بقك بيلعب وايدك شغاله بسم الله ما شاء الله